طيب دلوقتي جينا قعدنا برضو مع تصريح وتعليق، نروح للفقرة دي. ان في كلام كده تردد في الساعات الأخيرة عن طلب انبي في استمرار اللاعب احمد عيد. احمد عيد هو لاعب معار من نادي الزمالك. طيب الموقف دلوقتي ايه؟ ان احمد عيد عنده رغبة كبيرة جدا ان هو يرجع تاني نادي الزمالك، وان هو ما يستمرش في اعارته لنادي انبي. طيب في تصريحات برضو من مسؤولي نادي انبي ان هم فشلوا في التواصل مع اللاعب. بعد كده لقينا ان احمد عيد خرج ببعض من التصريحات اعلن فيها عن عودته للزمالك بعد انتهاء اعارته مع انبي، وقال كمان احمد عيد ان اريد الاستمرار في نادي الزمالك وان ده هدفي واختياري الاول. من يبتعد عن الزمالك يخسر الكثير، وكل لاعب يتمنى ارتداء قميص نادي الزمالك. وقال كمان لم اقم بالامضاء على اي عقود سوى عقد الاعاره فقط، والكلام الذي يتردد مؤخرا غير صحيح. وتابع في تصريحاته انبي فريق كبير والجميع كان يعاملني بشكل جيد، ولكنني لم اقم بتفعيل بند الشراء لرغبتي في العوده لنادي الزمالك. طبعا كده كل الامور واضحه، واضحه رغبه اللاعب، واضحه رغبه كمان نادي انبي. طيب احنا بعد ما عرفنا الكلام ده وانا شايفه ان احمد عيد من حقه، يعني لو هو عايز يرجع نادي الزمالك طبعا حقك انك انت ترجع نادي الزمالك، ولكن خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، حاجه تفرق قوي قوي في مسيرتك انت نفسك كلاعب. مسؤولين نادي انبي مش عارفين يتواصلوا معاك، ولكن من الاحترافيه ان هم لو بيكلموك، لو بيحاولوا يتواصلوا معاك، انت لازم انت اللي تنهي الازمه دي. انت هتوضح رغبتك مش بس ان انا اقولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا، او ان انا اصرح بيها، رغبتي لازم اقولها للنادي اللي انا حاليا بلعب معاه او اللي انا بلعب فيه او ان النادي عايزني. فتقديرا طبعا ان النادي شايفك لعيب كبير ولعيب مهم، ودي حاجه بصراحه محدش يقدر يختلف عليها، ولكن لازم يكون في احترافيه في التعامل. انه يا جماعه انا عايز اروح نادي الزمالك، انا مش عايز افعل بند الشراء، انا عايز ارجع تاني النادي، ويبقى الازمه نحلها بالتراضي. لما زي بقول لك ده بيفرق عموما مع اللاعب، يفرق معاك كرويا، هيفرق معاك في تركيزك بعد كده، هيفرق معاك في السمعه كمان، ان التفاوضات كمان مع اللعيبه بتفرق جدا في السمعه. فلك الاختيار، ولكن ضروري جدا انت اللي تحل الازمه دي، ولا خلاف برضو ان انت لاعب مهم ولاعب كبير، عشان كده الناديين محتاجينك، وعشان كده بقول لك كل التوفيق ليك، وان شاء الله اللي انت عايزه في النهايه هو اللي يتم، ولكن تواصل مع نادي انبي لحل تلك الازمه.